شهد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة تكنولوجيا المعلومات ومؤسسة التحويل الدولية العضو بمجموعة البنك الدولي. ينص البروتوكول على قيام المؤسسة بمساعدة الهيئة في وضع معايير لمستوى مهارات الخريجين في الجامعات المصرية حتى يتسنى للشركات الدولية التعرف عليها وتوفير فرص عمل مناسبة لهم. بتوقيع هذا البروتوكول بين هيئة تكنولوجيا المعلومات ومؤسسة التمويل الدولية تبدأ مرحلة جديدة في تعزيز القدرة التنافسية للعاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري وتطوير مهارات خريج الجامعات لزيادة فرص التوظيف وتأهيلهم لسوق العمل التكنولوجي. كل البرامج الاحترافية والمتخصصة اللي بتعملها الوزارة بنضمن نسبة تشغيل تتعدى 70% وإلا ما بنعملش هذه البرامج الاحترافية. فدي نمرة 2. نمرة 3 ان احنا يمكن اعلنا من اسبوعين او 3 على بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وفي النهاية بتنسيق تام مع دولة الامارات، واعلنا ان في برنامج تدريب من اجل التشغيل ب50 مليون جنيه. نرجو ان شاء الله في الاسابيع القادمة ان احنا يتم البداية الرسمية لتفعيل هذا البرنامج. ووفقا للبروتوكول سيتم إعداد دراسات بحثية عن برنامج التدريب الاحترافي لطلبة الجامعات المعروف اختصارا بـ E4E لنقل الخبرة لفريق العمل وتحديث الأنظمة التي يستخدمها الشباب. هذا المجال كتير مهم، عنا هالبروتوكول هو لمدة 2 سنين لتحسين المهارات لإمبروف سكيل سيت لحط الستاندردز بهالموضوع التكنولوجي والإنفورميشن والمعلومات لحتى نخلق فرص عمل لقطاع الشباب في المنطقة. ده معناه إيه؟ معناه إنه هيبقى في تعريف على مستوى الدولة لكل الوظائف اللي هي الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات وإيه المهارات اللي كل وظيفة محتاجاها وإيه الدرجات المختلفة لكل وظيفة. وبرغم أهمية هذا البروتوكول وبحسب تصريحات المسؤولين عنه إلا أنه لم يعلن صراحة عن خطوات عملية لتنفيذه أو الأعداد المستهدفة، وبالتالي يظل حبرا على ورق طالما لم يشهد المجتمع نتائجه في أرض الواقع. شريف رضوان للتلفزيون المصري.